شرح قصيدة المعلم الشاعرة فاطمة بديوي، الصف التاسع، اللغة العربية. المعلم، مدخل إلى النص. حمل المعلم رسالة إنسانية سامية ببنائه الإنسان على مر الزمان، فكان رمزاً للعطاء ونوراً يضيء درب الإنسانية عبر العصور لينقلها من الجهل إلى التقدم والازدهار. وهذا ما دفع الشاعرة إلى تصوير هذا العطاء وتخليد أثره في الحياة. فاطمة بديوي عاشت بين عامي 29 و900 وألف وسبعة وألفين، شاعرة عربية سورية من مدينة حماة، أسست أول روضة للأطفال في حمصة عام 55 و900 وألف، وأسست أول مسرح مدرسي عام 56 و900 وألف، كتبت مسرحيات عديدة منها بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر، نالت عدة جوائز على أعمالها الأدبية، ولها دواوين شعرية متعددة منها أغاريد الطفولة، حديث مع القلب، ترانيم الأمل، ديوان منارة المجد، ومن الأخير أخذت هذه القصيدة. أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا، ترعى الصغار كما يرعى البنين أب، يذوب في نشوة التحنان تحنانا، لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا. هذا هو الجود، لا من ولا ضجر ولا شكاة ترد القلب أسيانا. يا واهبا لم يذق يوما بحاجته مما يعانيه آلاما وحرمانا، إن كنت في الجند مجهولا فكل غد سيزدهي بك فوق الناس إنسانا. لا يستوي عالم تمت هدايته وجاهل انتهى في مسراه أحيانا، على عطائك هذا الجيل معتمد، فهنأ فلولاك هذا الشعر ما كان. أشعلت قلبك للأجيال عرفانا، فكان هديك للألباب عنوانا. أشعلت أي أضرمت، أنرت من أنار أي أضاء، قلب، فؤاد، مهجة، الأجيال، الناس الذين يعيشون في عصر معين. وهنا الفتيان، عرفان أي وفاء، كان أي صار أصبح، هدي الهدي وهو الرشد التوجيه، للألباب أي للقلوب وللعقول، عنوان أي رمز. شرح البيت، أيها المعلم، لقد جعلت من فؤادك نورا يضيء دروب فتياننا، فكانت توجيهاتك قدوة لهم في حياته. ترعى الصغار كما يرعى البنين أب، يذوب في نشوة التحنان تحنانا، ترعى أي تحوط، تكفل، الصغار جمع صغير، غلام، صبي، بنين جمع ابن وهو الولد، أب أي والد، يذوب أي يسيل، ينصهر، نشوة أي غمرة، تحنان أي حنين، شوق، صبا وهو الحب أيضا. شرح البيت، إنك تكفل هؤلاء الفتيان في ريعان شبابهم كما يكفلهم والدهم الذي يغمرهم بحنينه وحبه لهم. لله درك من نبع يجود على كل النفوس ولا يجتاز ظمآنا، لله درك تستخدم للمدح، نبع أي ينبوع، عين تدفق، يجود أي يتكرم يتفضل، النفوس أي الأرواح، يجتاز أي يعبو، هنا بمعنى يترك، ظمآن أي عطشان، وهنا أي ظمآن للعلم والمعرفة. شرح البيت، يا الله
ما أروعك أيها المعلم، كأنك ينبوع عطاء يتدفق ويصل إلى كل البشر ولا يترك أحدا بحاجة للعلم والمعرفة. هذا هو الجود، لا من ولا ضجر ولا شكات ترد القلب أسيانا. الجود الكرم السخاء، من المنان وهو من يرى لنفسه الفضل على الناس. ضجر أي تبرم تململ، شكات أي شكوى تذمر تذمر، ترد أي ترجع تعيد، القلب أي الفؤاد، أسيان أي محزون مغمور. شرح البيت: هذا هو الكرم، يتم دون من ولا أذى ولا تململ ولا تذمر، بالرغم من أن الفؤاد يكون حزينا متعبا. يا واهبا لم يضق يوما بحاجته مما يعانيه آلاما وحرمانا. واهب أي متبرع مانع، يضيق أي يحرش يتذمر. يوما مرة، حاجة أي احتياج طلب، يعاني أي يقاسي يكابد، آلام أي أوجاع، حرمان أي فقر عوز إملاق. شرح البيت: أيها المعلم، إنك تمنح الطلاب حاجتهم من العلم والمعرفة من دون أن تضن عليهم، بالرغم مما تلاقيه في حياتك من الأوجاع والعوز. إن كنت في الجند مجهولا فكل غد سيزدهي بك فوق الناس إنسانا. الجند جمع جندي أو عسكري، مجهول أي غير معروف. كل غد هنا بمعنى المستقبل، يزدهي أي يتفاخر يتباهى فوق الناس، أي يجعل لك منزلة عالية، إنسان أي بشر. شرح البيت: إن كان عطاؤك غير معروف للناس فلا بد أن يأتي يوم يتباهى بك البشر فيضعونك في أعلى مراتب الشرف. لا يستوي عالم تمت هدايته وجاهل انتهى في مسراه أحيانا. يستوي أي يتماثل يتشابه يتطابق. عالم أي خبير عارف. تمت أي تناهت استكملت أكملت هدايته أي تعليمه رشده. جاهل أي ضال أمي. تاه أي هام ضل. مسرى أي مسار طريق درب. حيران أي محتار هائم لا يعرف ما يفعل. شرح البيت: لا يمكن أن نقارن بين الإنسان المتعلم الذي يعرف طريقه في الحياة جيدا وبين الإنسان الجاهل الأمي الذي يتخبط في حياته. على عطائك هذا الجيل معتمد، فهنا فلولاك هذا الشعر ما كان. عطاء أي هبة منها. الجيل أي الفتيان الشباب. معتمد أي يتأمل يعتمد يعول يتكل. إهنا أي تهنئة مباركة. لولاك أي بدونك. الشعر القصائد ما كان أي لم يكن. شرح البيت: يعول فتياننا على العلم الذي تهبهم إياه، وليبارك الله لك، فلولا تعليمك ما نظم الشعراء القصائد.